شوف كيف من الداخل، كتير هي روعة ومنظر وطعم، يعني بتمنى انه انتو تجربوها. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم. يلا على الوصفة. دقيق لجميع الاستخدامات 300 جرام تقريبا 2 كوب، 30 جرام سكر معلقة كبيرة، وملح نص معلقة صغيرة 5 جرام، وخميرة جافة 5 جرام معلقة صغيرة خميرة جافة. حرك مكونات جيد، وبنوضع حليب أقل من كوب تقريبا 3 كوب 150 جرام، وبيضة واحدة، وبنعجن جيد لمدة 10 دقائق. يجب عجنها جيد، لازم العجنة تكون فيها مرونة مثل هيك، شوفوا كيف مثل هيك، شايفين كيف فيها مرونة العجنة، لازم تكون نرمى ونعجنها 10 دقائق. نوضع الزبدة نصف قالب صغير يعني 50 جرام زبدة، نعجن لمدة 5 دقائق، وبنتركها ترتاح حتى ضعف حجمها تقريبا ربع ساعة. هيك بعد ما ضعف حجمها بنعجنها وبنلفها وبنعملها 9 قطع، بنكورها بنلفها مثل هيك، بنتركها ترتاح ربع ساعة حتى ضعف حجمها. بنجيب أي نوع كيكة، هذه الكيكة أنا كنت عاملها، كانت عندي بايتة في البيت، ممكن نجيب كيكة من الصغيرة من المحلات، نشتريها أي كيكة موجودة من المحلات القطع الصغيرة، نعمل الكمية اللي احنا عاوزينها، فيش كمية محددة. نطحنها نوضعها في وعاء، وبنجيب أي نوع مربى، مربى بلوباري، مربى فراولة، أي نوع مربى بتحبوه، نوضع نصف كوب أو كوب حسب احتياج العجنة حتى تشرب الكمية كلها العجنة، يعني بالنظر الكمية اختياري. هيك أصبحت جاهزة. نجيب فواكة مجففة ونوضع عليها ماء ساخن، هذا اختياري، نتركها ربع ساعة، بعد ربع ساعة بنصفي المية، وهيك أصبحت جاهزة. بنفرد العجنة وبنوضع فواكه مجففة، أي نوع فواكه، زبيب، أي نوع فواكه ممكن نوضع، ممكن نوضع فواكه طازجة، وبنوضع الكيك وبنلفها، هيك أصبحت جاهزة. بعد ما تخمر تركناها تخمر ربع ساعة، بعدين في مقص المطبخ نقص الجزء الأعلى مثل ما انتو شايفين، الأمر كتير بسيط وكتير سهل. نوضع فواكه مجففة، نوضع الحليب، ونحمل الفرن على 200 درجة مئوية من الأعلى والأسفل، تاخد تقريبا من 8 إلى 10 دقائق في الرف الأوسط، وبنزينها في الفواكه الطازجة، هذا اختياري أيضا، كتير هي حلوة ومناسبة للمناسبات وكتير طعمها لذيذ. نوضع الزبدة من الأعلى، ونوضع سكر ناعم، وإن شاء الله مش هننساكو بخصوص الوصفات للكيتو دايت، مش هننساكو، لكن بدنا نرضي جميع الناس. شوف كيف من الداخل، كتير هي روعة ومنظر وطعم، يعني بتمنى ان انتو تجربوها وتحكوا لي رأيكم فيها. انتظرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كتير لكم، اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.